نتابع اللقاء الذي سيجمع بعد لحظات ما بين فريق المغرب التطواني وكذلك فريق شباب المحمدية. المدرب عبد اللطيف جريندو ويساعده هشام الويسي. إذن على بركة الله وبعد لحظات ستكون الانطلاقة لهذه المواجهة ما بين الطرفين، ما بين شباب المحمدية وكذلك فريق المغرب التطواني، مباشرة هنا من ملعب البشير بمدينة المحمدية. كما قلت رغبة كبيرة من الطرفين من أجل أنهم يمثلوا مدينتين أحسن تمثيل المغرب التطواني العائد. الفريقان يتساوان في صبورة الترتيب. روكي وجريندو دائما الباحث عن حلول. كرة عالية وتعود ومحاولة كانت خطيرة. المحاولة من جانب فريق المغرب التطواني من خلال هذه اللحظات. تابعوا، هذه كانت محاولة حسناوي. حسناوي خطيرة هذه المحاولة. يوسف الهواري دائما بناء جيد. خطيرة والعارضة. أوه العارضة، ولكن أعتقد بأنه الحكم المساعد الأول كان رفع رأيه معلنا عن تسلل. تابعوا هذه المحاولة، هذه اللحظة للحكم. تعود الآن مرة أخرى والحكم يقول ضربة جزاء. إذن أو ضربة سنتابع ماذا سيقول الحكم. إذن الحكم يقر ضربة جزاء، يقر ضربة جزاء. كان قريب جمال البصري. تابعوا هذه الإعادة لهذا المحاولة. إذن الحكم يحتسب ضربة جزاء. هذه بداية مفاجئة لهذه المباراة. المغرب التطواني والهدف لصالح فريق المغرب التطواني من خلال هذه اللحظات. محمد سعود إذن هدف مبكر في حدود الدقيقة الثامنة من هذه الجولة الأولى، وسط فرحة كبرى لأنصار فريق المغرب التطواني من خلال هذه اللحظات. ضربة الجزاء سجلها اللاعب محمد سعود. الحسناوي من جانب المغرب التطواني، الصفصافي من جانب شباب المحمدية من أجل البحث عن إحكام السيطرة على مستوى خط وسط الميدان. حدود اللحظات المغرب التطواني والأخطر والذي يهدد خطيرة جدا. وهدف ثاني. هدف ثاني لفريق المغرب التطواني خلال اللحظات. بداية مفاجئة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. خطأ فادح في التموضع الدفاعي وهدف. نتابع خلال هذه اللحظات. كرة عالية، نتابع التمريرة وتموضع كان جيد. نتابعوا من خلال هذه المحاولة والهدف. هذه الضربة الرأسية لتقليص النتيجة تسديدة، ولكن ارتطمت بالحائط. فريق شباب المحمدية يحاول العودة. نتابع والهدف، الهدف لصالح فريق شباب المحمدية. اللاعب أسامة المليوي يسجل الهدف من خلال هذه المحاولة. أسامة المليوي يعيد فريق شباب المحمدية من بعيد في أجواء المباراة بعد ما كان شاهد من أجل تشجيع فريق خلال هذه اللحظات. سنتابع أنس رمرمة محاولة تنفيذ ولكن خطأ. إلى حدود هذه اللحظات
المباراة دائما تجرى في أجواء رياضية متميزة. الذي بدوره يعيد الكرة لفريق المغرب التطواني، كرة عالية وآخر محاولة هي هذه المحاولة الأخيرة. نهاية الجولة الأولى بتفوق فريق المغرب التطواني بوقع هدفين لهدف. هذه النتيجة النهائية لهذه الجولة الأولى في انتظار الجولة الثانية. الحكم جمال بالبصري سيقود الجولة الثانية بعد ما كان الجولة الأولى قادها باختصار، كانت قرارات كلها صائبة ولم تغير من نتيجة المباراة، وبالتالي قرارات لا هدف فريق المغرب التطواني، لا ضربة الجزاء، لا هدف فريق شباب المحمدي. إذن على العموم انطلقت الجولة الثانية نفس التشكيل الذي لعب الجولة الأولى. نتابع كرة أمامية وسط الميدان، عادل حسناوي، السرجع من توفيق الصفصافي، ممتاز هذا البناء، محمود بن حليم، والهدف الثاني، هدف ثاني لفريق شباب المحمدية. ناقوس عبد الرزاق، السرجع كان ممتاز من توفيق الصفصافي على مستوى خط وسط الميدان، وهدف مبكر لفريق شباب المحمدية الذي استطاع أن يعود في مجريات المباراة. إذن المباراة ستشتعل من جديد، ستشتعل هذه المباراة من جديد. بن حليم، كرة أمامية، ريمونتادا لفريق شباب المحمدية الذي يباغت المغرب التطواني. ريمونتادا قوية من جانب فريق شباب المحمدية. نتابع من خلال هذه المحاولة المليوي، حاولات الآن للمرور، ضغط لفريق المغرب التطواني خطيرة، يوسف الهواري، محمد كمال يبحث عن تسديد، خطيرة جدا، خطيرة خطيرة دي المحاولة، والهدف الثالث، هدف ثالث، بناء جيد. قلت لكم بأن المباراة لم تنتهي ولن تنتهي بهذه النتيجة. ما زلنا في حدود الدقيقة 69، مباراة مفتوحة بين الطرفين، 6 أهداف، الفائز هو الجمهور. نتابع الآن هجمة، محمد كمال، ماذا سيفعل محمد كمال؟ فالبصري كان قريب ويقول له ينادي يا ولد، لتتحول إلى هجمة مضادة لفريق شباب المحمدية. خطيرة، خروج البلالي، وحاول خطيرة لشباب المحمدية. أي 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 نار يا حبيبي، نار بملعب البشير، اشتعلت النيران هنا في شباب المحمدية والمغرب التطواني. شاهدوا من انطلقت من الدفاع، محمد كمال كان قريب، كان يبحث عن الكاو من خلال نقطة الجزاء، والحكم قال له انهض وتابع لتتحول إلى هجمة مضادة. عسال زمراوي، هجمة خطيرة لفريق شباب المحمدية. بن حليم، أوه بن حليم، والهدف، أي 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 أي، هدف لصالح فريق شباب المحمدية، هدف رابع، 4 أهداف من خلال هذه المباراة. شباب المحمدية يسجل الهدف الرابع، مباراة مثيرة ومشوقة، مباراة مثيرة ومشوقة. بن حليم،
وصافرة الحكم بالبصري تنهي هذا النزال المثير، هذا النزال الحماسي بين الطرفين، والرابح هي كرة القدم الوطنية. هنيئا لفريق شباب المحمدي بثلاث نقاط، لكن بنفس التهنئة ترفع القبعة للاعبي فريق المغرب التطواني الذين قدموا اليوم مباراة كبيرة.